وهجوم على سارة الوراح. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بالأمس قامت اليوتيوبر نارين بيوتي بالكشف عن إطلالتها الجديدة، حيث قامت نارين بقص شعرها وأيضا بصبغه باللون الأشقر، ونهالت التعليقات على بوست نارين بيوتي بأنه بكرة راح نشوف سارة الورع بنفس لون شعر نارين. وبلش الجمهور يحكي هيك بعد ما شافوا قصة شعر سارة الورع الأخيرة اللي شبهوها بقصة نارين. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر أيضا إلى سيدرا بيوتي اللي أعلنت بالأمس عن مرضها، وصرحت سيدرا أنه في عندها حساسية ما بتعرف شو اسمها. Myself, I grind, no kneeling, got lust for change, I just love the feeling, no. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb.